مشاهدينا مخرجنا رامي هيكل وأنا مرحب فيكم بحلقة جديدة من فيس أند فيس، فخلوكم معنا. بهالزمن الجديد يلي الكنيسة بتحضر لنا إياه لحتى نكون عم نتحضر روحيا لقيامة الرب يسوع، أكيد بهيدي الفترة مدعوين إنه نكون عم نعيش الصوم بكل مراحله، بالصوم الحقيقي يلي هو مدعوين كل واحد منا إنه عن جد يرجع لذاته ويرجع كمان يتأمل بالإنجيل، يتأمل كمان بكلام الرب، كمان يكثف صلواته ويكثف صلوات أكيد الجماعة يلي هي صلوات كتير مهمة. بهالزمن هو زمن توبة وزمن فحص ضمير، انه كل واحد منا لازم يرجع يعيد حساباته ويعيد الماضي اللي يمكن قطع، الماضي الحزين، الماضي اللي كان بعيد فيه عن ربنا، الماضي اللي كان كله خطيه، لحتى يرجع مره جديده ويكون قريب من الرب. هالزمن هو انقطاع عن مغريات الحياه وهو انفتاح على رحمه ومشيئه ربنا. هالانفتاح لازم يكون اكيد بتسليم كلي لمشيئه الرب، لازم يكون عندنا ثقة كتير كبيرة إنه الرب قادر إنه ينتشلنا من خطيتنا لحتى نرجع ننطلق معه بصفحة جديدة بحياة جديدة إلى الأمام. الصوم فإذن هو فحص ضمير مثل ما قلنا قبل عن حياة ماضية كانت بعيدة عن ربنا. نعرف الخطية بتبعد الإنسان عن الرب، وإنما الحياة أو التأمل، تأمل الإنسان بذاته بخليه يكون قريب أكتر من ربنا. الصوم هو كمان انفتاح نحو الآخر، هو أبدا منه انغلاء. أنا ما بصوم لحتى كشر، لحتى أعبز، لحتى أكون قاعد بأوضة وحدي، لحتى ربح الله جميلة، وإنما أنا بصوم لحتى أكون عم منفتح نحو الآخرين من خلال محبتهم، من خلال مساعدتهم والوقوف لجانبهم، أكيد من خلال غفراني ومسامحتي لكثير من الأشخاص اللي يمكن بالنسبة لإلي أساءوا لإلي، وكمان مدعو أن يكون عم بعتذر عن كل الأغلاط اللي أنا صدرت عني. فإذا الصوم هي مرحلة كتير استثنائية بحياتنا، مرحلة بتوضعنا قدام زيتنا، بترجع بتعملنا تلفزيون دو في. لازم كل إنسان يرجع عن جد يفكر بالأيام السابقة اللي قطعت وينطلق نحو الأيام الجاية اللي كلها عم تحمله يمكن هيك بجاج لحتى يوصل للقداسة. فإذا الصوم هو أن شيل أو أطوي هالصفحة السوداء يلي موجودة بحياتي، صفحة ماضية، لحتى أنفتح نحو صفحة جديدة بيضة بمشوار جديد مع الرب يسوع. فإذا لازم الصوم يكون مليان محبة، مليان تفاهم، مليان صلاة، مليان صدقة. قدي أنا بحاجة بالصوم أن يكون عم صلي، كسف صلاتي، مش يعني بس، في كتير ناس بيفهموا أنه بس بالصوم أنا لازم صوم، لازم صلي، ولازم أعطي الآخرين، وإنما هيدي الفترة لازم تخليني أرجع عيد حساباتي، ريجع مثل ما كأني رايح على فحص أعمل مراجعة. بهالفترة أنا عم برجع راجع حساباتي، رح أرجع أنطلق أكتر، صلي أكتر، أعطي أكتر، ولحتى أكون فإذا عم صوم بالطريقة المضبوطة. فإذا الصوم هو انقطاع كمان بنفس الوقت عن الأكل أو عن أي شيء آخر كرمال انفتح على الآخرين. إذا الأكل أنا بدي يخليني أن يكون من غلق، أن يكون أناني، أن يكون شخص عم بفكر بس بحالي، وإنما لا، لازم بهالفترة كون عم بحرم حالي من إشياء لحتى تنفتح لي مع الرب أبواب جديدة وأبواب أكيد رح تكون لمصلحتي. فإذا مشاهدينا بهالمقدمة السريعة نحو الصوم، أكيد رح يكون اليوم مع ضيفنا رح نحكي أكثر عن معنى الصوم، وإنما حبيت أن يكون عم بفتتح هالحلقة من فيس أند فيس، ورح نكون هلأ عم نحضر أول فيديو رح يكون عم بيخبرنا شوي عن معنى الصوم يلي المسيحية بيعيشوه خلال هيدي الفترة، فخلوكم معنا. Pâques est la plus grande fête des chrétiens. Il s'y prépare pendant 40 jours. C'est le temps du carême. Dans la Bible, le chiffre 40 indique le temps de préparation et de renouvellement nécessaire pour réaliser quelque chose d'important. Avant d'entrer en terre promise, les Hébreux ont marché 40 ans dans le désert du Sinaï sous la conduite de Moïse. Dans ce lieu hostile, ils ont dû apprendre à vivre avec l'essentiel et à faire confiance en Dieu. Le désert symbolise le lieu de la conversion car il est un lieu d'épreuve. Le carême commence le mercredi des cendres. C'est un jour de recueillement. À l'église, le prêtre marque le front de chacun
avec un peu de cendre en disant « Changez vos cœurs et croyez à la bonne nouvelle ». Par ce geste, les catholiques manifestent qu'avec l'aide de Dieu, ils veulent renouveler leur vie. Comme le mercredi des cendres, les vendredis du carême sont des jours de jeûne. Jeûner, c'est se priver de nourriture, de viande notamment, pour faire des efforts sur soi-même et signifier que Dieu est plus important que tout. Les chrétiens se souviennent ainsi des 40 jours de jeûne et de tentation du Christ dans le désert, entre son baptême et le début de sa vie publique. Jésus a vécu notre condition d'homme en toute chose, excepté le péché. Il a donc tout connu de notre combat, y compris la tentation. Mais Jésus, fils de Dieu, ne s'est pas laissé entraîner par le tentateur. Aujourd'hui, fort de sa parole et de son esprit, nous pouvons prier pour que la tentation du péché ne l'emporte pas sur nous. Pendant le carême, les chrétiens font aussi des efforts pour partager ce qu'ils peuvent donner avec ceux qui en ont besoin. De l'argent, du temps, un sourire, de l'affection. Dans l'Évangile, Jésus précise « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi comme ceux qui se donnent en spectacle pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Et quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. Il te le revaudra. » La semaine sainte marque la fin du carême. Ces jours-là, les chrétiens font mémoire des derniers moments de la vie de Jésus. Son entrée triomphale à Jérusalem, son dernier repas, sa mort et sa résurrection. Prière, jeûne et partage sont donc les trois piliers du carême pour s'ajuster toujours mieux, d'année en année, à la volonté de Dieu. Comme avec son peuple pendant la longue traversée du désert, Dieu fait grandir la foi de celui qui marche vers Pâques, à la rencontre du Christ ressuscité. مثل ما لاحظنا مشاهدينا بهالفيديو القصير يلي عم يحكي عن الصوم، إذا بدي ترجم شيء يلي حكى فيي ترجمه بالجمل الثانية، أنا ما فيي عيش الفوضى، لازم عيش النظام بوقت الصوم. أنا ما فيي عيش الحزن، لازم عيش الفرح. أنا ما فيي عيش البغض، لازم عيش التسامح. أنا ما فيي عيش الحقد، وإنما لازم عيش التفهم وقبول الآخر والانفتاح نحو الآخر مثل ما قلنا بالمقدمة. فإذا نحن مدعوين بهيدي الفترة إنه نعمل تغيير جذري بحياتنا، نرجع نغير كتير من تصرفات وكتير من الأفكار السيئة يلي كانت تقطع بالأيام العادية، وإنما لازم نعملها مثل فلتراج، مثل الفلتر يلي بنحطه لحتى يصفي المي. بهيدي الفترة كمان لازم نحط هالفلتراج بحياتنا، لازم نرجع نعيد حساباتنا مرة جديدة لحتى نرجع ننطلق نحو أفكار جديدة ونبعد الخطية قد ما فينا عنا. نحن مدعوين بهالمرحلة أكيد أنه نتحد لحتى نواجه كل هالشر يلي عم يقطع بعالمنا. في عنا كتير إشي عم تقطع بشعة، إن كان بمحيطنا، شفنا الإرهاب، شفنا التطرف، شفنا الأحقاد اللي عم تكتر والحروب والأصوات يلي النشاز يلي عم تقطع يلي كلها عم بتبشر أنها تكون ضد الكنيسة. لازم نكون عن جد هالصوت الصارخ مثل يوحنا المعمدان يلي عم نصوم، عم نتحد كجماعة وحدة مثل ما اتحدوا المسيحيين الأوائل أول انطلاقة الكنيسة. كانوا دايما يلتجوا للصلاة، يلتجوا للصوم لحتى يكونوا عن جد عم بيواجهوا كل المراحل الصعبة بحياتهم، ولحتى هن متأكدين أنه الرب قادر من خلال الصوم أنه يحملهم لمرحلة جديدة. وأكيد ما بدي أنسى وصيكم بالوصايا العشرة يلي كتبهم، الوصايا اللي بخلونا نعيش الصوم الحقيقي اللي كتبهم البابا فرانسيس هالسنة عن رسالة الصوم. تميز البابا فرانسيس يمكن هالسنة بعشر نقاط، إذا بدي أجمعهم كلهم ما في يقول إلا أنه المحبة هي اللي بتجمع هالعشر وصايا يلي البابا فرانسيس فإذا وصيهم أنه نكون عن جد عم نعيش الصوم الحقيقي. فإذا مشاهدين رح نخدم أول فقرة بتاني فيديو كمان بيحكينا عن الصوم، من بعد رح ننتقل سريعا للفقرة التانية نستضيف ضيفنا لهيدي الحلقة، فخلوكم معنا.
Alors le carême, c'est un mot qui vient du latin quadragésima, 40e. En l'occurrence, le 40e jour avant les rameaux. Ce chiffre de 40, c'est une allusion sur une allusion au carré, une allusion aux 40 jours que Jésus passe dans le désert, qui sont une allusion aux 40 ans qu'Israël passe dans le désert avant d'entrer dans la Terre sainte. Alors ce genre d'allusion au carré, il y en a plein dans la Bible, il ne faut pas s'en étonner. Pour la chose carême, c'est un temps de préparation à la fête de Pâques. C'est un temps pour se tourner, se retourner vers Dieu. Les moyens employés pour atteindre ce but peuvent être extrêmement variés. La prière, la méditation, le jeûne, la pratique de la charité, peu importe, on a le choix de ce qu'on veut. L'arrivée, c'est se retourner vers Dieu au bout de ces 40 jours. Donc l'important dans le carême, c'est de laisser tomber le superflu et de se retourner vers Dieu. فيس تو فيس مشاهدينا مرة جديدة بيطلع عليكم لحتى يكون عم بيستقبل ضيوف عزيزين علينا، وكمان ضيوف عندهم اختبارهم الواسع بالحياة وقادرين انه يكونوا عم بفيدونا بالموضوع اللي عم نحكي عنه بأول فقرة. الخوري أنطوان دويهي، أهلا وسهلا فيك بفيس أند فيس، هذا شرف كتير كبير لإلنا. ميرسي، أهلا وسهلا فيكم، يعطي العافية لكل اللي عم يشتغلوا بهالإذاعة الرائعة. الله يخليك أبونا. أبونا تعريف صغير عن حضرتك، حضرتك خادم رعية مار سركيس وباخوس غبالي، كاتب ومؤلف إذا فينا نقول، وأكيد بتكتر التسميات، ما يقارب للتسعين كتاب، بسم الله عليك أبونا، وحاصل أكيد على ماجستير باللاهوت الرعائي من جامعة اليسوعية، وكمان مرشد لإقليم طلائع سابقا. أكيد أبونا لك فضل كتير كبير كمان على كتير من جمعيات، إن كان داخل الرعية وإن كان كمان خارج الرعية. أبونا بأول فقرة كنا عم نحكي شوي عن الصوم وعن معنى الصوم، برأيك ليش لازم نصوم؟ الصوم بحد ذاته هو عملية فرح ولقاء بالخالق، ولهالسبب هالفترة هي أحلى فترة خلال السنة، لأنه بالفرنسي بنسموه تان فور، لأنه من خلاله قادرين نرجع نلتقى بالحبيب الأسمى اللي هو الله. ولهالسبب نحن نطلع بالصوم نلاقيه ناس حزنانين ومعبسين، لا، الصوم هو فرح بكل بساطة، فرح لأنه فرح اللقاء بالرب يسوع، وفرح اللقاء بخينا الإنسان من خلال مساعدته، وفرح الرجوع إلى الذات بهالتوبة يلي بتخلينا نكتشف ضعفنا وننطلق عن جديد بعلاقة خاصة مع كل اللي حوالينا بطريقة كما يريد الرب. لهالسبب نحن اليوم إذا بدنا نصلي صلاة الأبينا نعرف أنه إذا عم نصلي لتكن مشيئتك، علامة مش لتكن مشيئتي أنا، ليتقدس اسمك مش علامة أنا بين، تيظهر اسم ربنا. اليوم الناس كتار بيصوموا عن أمور كتيرة وبيقطعوا عن أمور كتيرة، وهون بدنا نميز، في كتير شباب ما بيعرفوا يميزوا بين الصوم والإقطاعة. والصوم نحن صومنا لترجي، هي ما حدا بيعرفها، وكتار بضلوا يقولوا لنا لا أبونا ما منصوم السبت وأحد، شو حاطين لنا هالأشياء جديدة؟ نحن عأيامنا منعرف أنه حتى أهلنا وكبارنا بيصوموا كل الصيام حتى سبت وأحد، مش عارفين أنه من خلال الرسولية، القوانين الرسولية اللي بترجع للقرن الخامس لبل القرن الرابع، بيحطوا أن الصوم من التنين للجمعة، سبت أحد ما في صيام، لأن السبت هو رمز لله اللي استراح في اليوم السابع، والأحد رمز للقيامة، ما في صيام فيه. يعني أبونا برأيك الاستلشاء اللي عم بعيشوه شبيبتنا، بنشوف أنه في كتير أشخاص بيعتبروا أنه الصوم صارت موضة قديمة
انا اذا بدي صوم بكون عم يمكن عم بتشبع، يعني هالشيء اللي عم تحكيه حضرتك انه هالليتورجيا هل هالعقيده اذا في يقول هالواجب لازم نعمله، قد ايه لازم بهالفتره نرجع عن جد نوعي الشبيبه على هيدي الفكره؟ في اشخاص كثير مهملين بكل امور الكنسيه، وفي اشخاص بخلال هالصوم بيرجعوا شوي لربنا بدهم يصوموا، بصيروا ينقطوا عن اللحم مش عارفين شو بدهم ياكلوا، بصيروا ينقطوا عن الشوكولا، بيكونوا ناطرين تي يخلص الصوم تي يرجعوا ياكلوا شوكولا. كنت عم خلص الفكرة انه نحن صيامنا ليتورجي، مثل ما الكنيسة حددت انه الصيام من نص ليل للساعة 12 هذا انقطاع عن الاكل بعدين ناكل، هي حددت انه سبت واحد في الواحد ما بيصوم فيه، بده يقطع عن الاكل، في يقطع 50 يوم بما فيهم سبت واحد، انما كصيام لانه الكنيسه هي حددت. المسيح صام، قعد يميز بين سبت واحد، المسيح صام 40 يوم ليل مع نهار، ليش انت بدك تصوم للظهر؟ لانه الكنيسه حطت لك للظهر. لا ما لازم تصوم السبت، لانه الكنيسه حطت لك ما تصوم يوم السبت. وبرجع بركز على الفكرة الأساسية، أشخاص خاصة فئة الشباب، هون بتوجه لألون الشباب اليوم راجع خاص، أنا بالنسبة لألي روحوا أتسوا وما تصوموا، بعده أهم ما إنكم تعملوا صيامات متعددة والدرب الكنيسة ما بتعرفوها، وهي اللي عم شوفه عندي إن كان برعيتي أو أشخاص كتار، يعني إنه بيقولوا بيفرضوا على حالهم الصيام، نحن منصوم كل الشهر كل زمن الصوم، نحن بننقطع عن الشوكولا، بننقطع عن الحلو، بننقطع عن أمور كثيرة، ودرب الكنيسة ما بيعرفوها، ما إلو معنى صيامهم، يمكن بفيدهم بيعملوا شوية رجيم لإلهم، بس من الناحية الروحية إذا ما عرفوا يرجعوا من خلال هالصوم لربنا ما إلو معنى صيامهم. أبونا، انطلاقا من الشيء اللي تفضلت فيه حضرتك، أهمية القراءة الروحية، ما دام تفضلنا بالأول وقلنا أنه حضرتك كاتب وكاتب كثير من الكتب يلي ما يقارب 90 كتاب، وأكيد عندك كثير مقالات عن باراليل، يعني إذا نقعد نعددها يمكن ما بنخلص بهذه الحلقة. أبونا، قد ايه مهمة القراءة الروحية خصوصا بفترة الصوم؟ نحن بنعرف خاصة اليوم الشبيبة فئة الشباب آخر هم عندهم المطالعة، آخر هم عندهم القراءة، وإذا راحوا قدسوا يا ريت الخوري ما بيوعظ. طيب هالخوري أو هالشاب يلي مسقف بيبقى مهندس مثلا، بيبقى حكيم، بيبقى طبيب، بيبقى لامع بأمور كتيرة بالحياة، منوصل للأمور الروحية نقدر نعطيه شهادة السيرتيفيكا مش أكتر، كيف بده يتغذى إذا لا وعظة الخوري بيسمعها يوم الأحد، وإذا هو ما عنده كتاب روحي يقرأ يستفيد منه تيغذي روحه؟ والإنسان مكون من روح وجسد، مثل ما بده يهتم بهالجسد، مثل ما بيقلنا الكتاب المقدس بلوقا بيقلنا وكان يسوع ينمو بالقامة والنعمة والمعرفة، بالقامة جسديا بده يلبسه أحسن ثياب هالجسم، بده يغذيه أحسن أكل، من المعرفة كل المعارف يلي قادر يوصلها على الانترنت اليوم أو من خلال الجامعة، بس كمان بالنعمة بده يغذي حياته الروحية تتكون على نفس المستوى، وإلا شو اللي بيميزه عن الحيوان؟ هو الحياة الروحية بربنا، مع ربنا، لأنه الحيوان ما عنده علاقة روحية. ممكن يكون مثقف، وكلنا بنعرف مثلا الكلب بيخلق مثقف، لما بيمشي على التلج بيعرف أنه هذا تلج وبده يرتاح مثلا، بيعرف وين بده يأكل، بيعرف أنه لما بده يظهر بيصير يعوي، كل هالأمور بيكتسبها من حاله، مش ضروري حدا علمه، مثل ما الإنسان بيكتسب هالأمور الروحية، الأمور الزمنية المعرفة حتى من خلال الانترنت أو من خلال علومه، بس حياته الروحية إذا ما تعمق فيها مش واردة يستمر
بإنسان ويقول عن حاله أنه هو مسيحي. يقول عن حاله شو ما بده بس ما يقول عن حاله أنه مسيحي. المسيحي بيتميز بعلاقته الخاصة بالله. نعم أبونا، ما دام فتنا بعالم الكتابة وعالم الكتب، قديه في صعوبة للكاتب، وأكيد حضرتك انطلاقا من خبرتك الواسعة بهالمجال، أنه يكون من خلال كتابه عم بيوصل الفكرة يلي هو بده يوصلها. قديه أيام كتيرة الكاتب يمكن بينفهم غلط من القارئ، القارئ قديه وقت ما بيكون أمين لكتابة الكاتب. فبرأيك قديه فكر الكاتب قادر أنه يوصل للقارئ؟ بيختلف بين كتاب وآخر. نعم. وبيختلف بين كاتب وآخر. وبيختلف بين أسلوب وآخر. نعم. في بعض الكتب ما حدا بيطلع فيها. يمكن تكون صعبة، بيقروا أول صفحة صفحتين بزتوا الكتاب، لا ما في لذة بقراءة الكتاب. يمكن يكون لغة أدبية كتير جيدة، إنما ما بيمس فينا. وهون أهمية نظر إلى ما يريده القارئ. مش أنا بحب أكتب عن هالشغل المعينة، إذا ما بيهمني القارئ إذا بيهمه هالشيء أم لا. فبقدر ما أنا أتوجه إلى فئة معينة، مع أنه كتبي أنا الصغير والكبير بيقريها، لا لأنها مبسطة وبذات الوقت لغة أدبية سليمة. وهون إلى أي مدى قادرين نحن نقرأ ونستفيد، بقدر ما بيكون هاللغة سليمة وسلسة وقريبة للقلب، قادر كل كاتب يوصل الفكرة اللي بده هي وبأبسط الأمور. لما بيكون بحس حاله هو لما يكتب الكتاب يرجع يقريه ويشوف إذا هو حقيقة هالكتاب بيمسه بفكرة معينة، بتدمع عينه، بيضحك، بحس تجاه اللي عم يقريه بشيء داخلي عم يتفاعل معه، ساعتها بيقدر يكون الكتاب ناجح وبيقدر يوصل لأكبر عدد ممكن. هوني بالنسبة لي أنا بشوف في كتب لما بينقرأ اسم بادن باول، شو اسمه أبونا باول، دغري مجرد ما نقرأ اسمه نعرف انه كتابه جيد، بلقطه ان كان بالفرنسي ولا مترجم. هون كمان حتى الترجمه بتاثر، يعني ممكن تكون ترجمه كتير عاطله بتخلينا ننفر من الكاتب. وفي بعض الكتب تنقرا بلغتها الاساسيه ان كان الفرنسيه او الانجليزيه او الايطاليه او الالمانيه الى ما هنالك، وقادره تكون فعلا قيمه وتصيب. وهون الى اي مدى الكاتب قادر يضل على مستوى معين لبل عم يرتفع من كتاب لكتاب، مش يضل حتى على فرد مستوى. في بعض الأحيان يمكن بيقشط بكتاب وهالشي بيودي إنه الأشخاص بطلوا يقروه. أبونا إذا نعمل شوي هيك جولة سريعة حول الكتب يلي حضرتك كتبتها، بعرف إنه في تعدد لستيل إذا بدي أقول بالكتابة. في عنا كتب حياة الديسين، عندنا كتب تسعويات صلاة فروض خاصة، عندنا كتب روحية بامتياز، وعندنا كمان كتب لاهوتية إذا نحكي عن كتاب مريم العذراء اللي هو كمان عزيز كتير على قلبك. هل هالتنوع بالكتابة عند حضرتك قديه برأيك مهم إنه الكاتب يكون عنده كذا وجه أو كذا خط ماشي فيه بالكتابة؟ بمجرد ما الإنسان يكون كاتب لازم يكون عنده على القليلة نظرة شاملة على معظم الأفكار اللاهوتية، الأفكار الإنسانية، العلوم اللي ممكن يتطرق لها. وهون يمكن يكون هو متخصص بشيء معين، بس الأهم من هيك يكون عنده اطلاع واسع على مجمل الأفكار اللي تداول ب حيلا موضوع معين. لهالسبب انه اذا ضل على نمط معين بيوصل لوقت بموت، ضروري يتجدد بشيء ثاني. لهالسبب انا بقول انه عندي كتب ادبيه تقريبا مثل زويدة اليوم،
في عندي 10 كتب وقالت الحكمة لغة أدبية سلسة رائعة بيستخلص واحد منا عبر كثيرة لحياته وممكن يكون مسيحي ممكن ما يكون مسيحي وسهل للفهم نعم. بالإضافة لحياة الجسين بالإضافة لكتب روحية بالإضافة لكتب مشتركة مع أشخاص أخرى مثل هلأني قلنا حوالي السنتين أقل شوي أنا وأبونا مونسينيور بولس الفغيلي أكيد مجرى تحية كتير كبيرة كمان عم نصدر سلسلة مبسطة خاصة للشباب وهون بتوجه لإلهم يراجعوا هالسلسلة شذرات يلي هي بالطال الشبيبي بشكل خاص واللي حبينا أنا ومونسينيور فغيلي إنه نصدرها هي أصلاً ما بتجي 96 صفحة كافية لأنه الواحد ياخد نظرة شاملة وسريعة بموضوع معين إن كان الصوم إن كان القيامة إن كان المعمودية إن كان هلا المواضيع الروحية يلي ممكن نتطرق لها بطريقة لاهوتية إنما مبسطة ممكن نتطرق لها بطريقة روحية كل شاب وصبية هون بدعي إنه يقرأ هالكتب ويستلذوا بهالبساطة والسلاسة يلي من خلالها قادرين نرجع للفكرة الأساسية إنه هالكتب ما هي إلا تتساعد هالإنسان يتقرب من الله أكثر ويعيش فرح اللقاء بالرب. نعم. يسمح. أبونا أكيد كل شيء يعني كل سؤال عم بسأله عم نرجع على فكرة أساسية اللي هلأ تفضلت فيها حضرتك إنه القراءة بتقربني من ربنا، القراءة بتخليني أتعرف أكثر على ربنا وخصوصا بزمن الصوم. إذا بدي هيك يعني بشكل عام هالكتب برأيك بتتوجه أكثر للشبيبة أم في هي بتتوجه لمختلف الأعمار؟ يعني الكاتب وقتها يقرر إنه يألف كتاب هل الكاتب بفكر انه هالكتاب بدي اياه لعمر معين ام بيكتب على مستوى معين بالكتابه وهالكتاب هو بياخذ حقه وبياخذ يمكن صدى من خلال قراءه من خلال اقبال الشبيبه او اقبال الاكبر عمر على قراءته؟ هلا ني حسب كل كاتب وحسب كل دومين بقلب هالكتاب بده بيكون عم يكتبه. اذا عم يحكي مثلا عن المراهقه أكيد الموضوع رح يكون متوجه لفئة المراهقين. إذا عم يحكي عن الشبيبة عن العلاقات العاطفية بين الشاب والصبية أكيد مش رح يتوجه للكبار أو للصغار. في كتب مثلا حاليا كتب حياة القديسين تبقى بلغة سلسة مع صور يكون كتب أنيميم تكون كتب إليستري مصورة بتكون خاصة للصغار. وهون ايه عن بارونتيز يعني يمكن عم بقطشك سوري ابونا، حضرتك كمان فت بدومين الكتابة الصورية إذا في يقول اللي كمان فيها مثل أنيماسيون فيها صور للأطفال إن كان قصة أبونا يعقوب الكبوشي إن كان قصة القديسة تقلى أولى الشهيدات، يعني في عندك كمان مجموعة من الكتب اللي كمان بتطال صغار هو بعدهم قصص صغيرة هودي نحطوا بمجلة دينية. هلأ أني مبلشين بسلسلة جديدة خاصة للأطفال الصغار إن شاء الله أول كتاب بيطلع من هلأ أني لشهرين بيكون هذا فتحة للكتب لحياة القديسين خاصة للأحبة الصغار واللي عم نركز فيها على حياة القديسين اللبنانيين والشرقيين. يعني أكيد بالغرب في كتير كتب حتى كتبت حضرتك يمكن كمان كتبت عن البابا يوحنا بولس الثاني كتبت يمكن هلأني لأنه أنا عندي بكتب بأكثر من 10 مجلات البعض منهم بيتوجه للولاد الصغار بشكل خاص وفي مين يرسم بيكونوا صفحتين أو 4 صور أو 4 صفحات إليستري بشكل ديسان أنيمي مع حياة القديس بشكل كتير مختصر يعني ده بدنا نكتب حواري ويمكن هيك أنيمي كتير حلو عم بيكون الولاد بيرغبوا هالشي وخاصة أنه نحن صرنا بعصر عم نركز أكتر شيء على المالتي ميديا وعلى هالكتاب يلي حقيقة بيرغب هالولد أنه يقري
إلا إذا كان مصور، وإذا كان في بعدين أكيد دي في دي من وراء أو سيديات قادرين من خلاله كمان يحضروا على التلفزيون، ومن خلاله يستخلصوا العبر اللي بدهم يستخلصوها. أبونا قد إيه أخبار القديسين ما دام عم تحكي عنهم حضرتك، قد إيه أخبار القديسين؟ وأنا بعرف يعني شخصياً قد إيه هالكتب يلي ألفتها حضرتك قد إيه أخذت إقبال كثير كبير بنسبة المبيع، لأنه عن جد في قصص قديسين، إن كان من ناحية الأسلوب، إن كان من ناحية كمان الريشيرش اللي انعملت عنهم بطريقة سيستماتيك هالكتاب، قد إيه حبب الناس إنها تكون عم بتتابعك، يمكن من تقرأ من قديس لقديس. قد ايه برايك هالكتب بخلونا هيك نعيش حياه روحيه، او بيدعموا لنا حياتنا الروحيه، اذا هيك بدي احكي بطريقه مضبوطه؟ ناخذ حياه القديسين، كل قديس بيعيش قديسته بطريقه مختلفه عن الاخر، واذا نحن عم نحط حياه القديس تا من خلاله نكتشف نحن الطريقه اللي هو عايشها، مش ضروري انا اخدها، بس تعرف من خلالها نقي طريق أنا خاصة فيي تا من خلالها أوصل للقديسي. ودايما نحن منقول أنه طالما في قدامي شخص مثلي مثله سعى أنه يكون قديس وصل للقديسي، علامة أنا شاب، أنا صبي، أنا طفل، أنا كبير بالعمر، قادر أوصل للقديسي على مثال هلا الشخص يلي صار قديس، واللي هو إن كان بلبنان ولا بحيالله بلد آخر بالعالم كله قدر يوصل للقديسي بطريقة هو اختاره ومشي عليها. ولهالسبب نحن منحط مثال قدام هالأشخاص تيقتدوا فيهم، تا كل واحد منا يقتدي فيهم ويحاول يختار الطريقة الأنسب بالنسبة له تيعبر فيها إلى القديس. نعم. أبونا السؤال ما قبل الأخير، وأكيد كثير من المشاهدين بيسألوه، كل حدا منا عنده مال أنه يكون عم يكتب، ونحن نعرف أن الكتابة أوقات بتخلي الإنسان يظهر من ذاته أو يشارك أفكاره الآخرين، يعني يبطل أناني وإنما يصير عم بيشارك الآخرين بكل شيء ربنا عطيه من وزنات ومن أفكار. برأيك كيف فينا نبلش نكتب؟ إذا عنا الإرادة إنه نكتب، كيف فينا نبلش إذا حطينا هيك براسنا إنه نكتب؟ بدك تعرف شغلة، أنا بعمر 19 سنة 18 سنة فت على الإكليريكية على الدير تعمل خوري، وهون يمكن في أشخاص كتار بيسألوا شو إكليريكية؟ إكليريكية هي دير بتخرج خوارنة رعاية. بهالإكليريكية أنا كانوا يجوني المسابقات لغة ركيكة، وهون في أشخاص كتار يمكن بيحبوا أنه يكتبوا بس لغتهم ركيكة، ما يعطلوا هم، الواحد بيحسن حاله. أنا يوميا كنت أقرأ كتاب، بس أقرأ كتب مترجمة، لوقت ما رئيس الإكليريكية رئيس الدائرة قال لي بدك تقرأ كتب أدبية وتسطر الجمل اللي بتستهويك، وهالكتاب اشتريه وتركه عندك، انت من خلاله انت قادر تقدر حقيقة تستفيد من هالجمل يلي انت عم بتسطرها. وهيك قدرت انا اني حسن لغتي، بالاضافة اللي اني مع اني كنت شاطر بالقواعد وبعدني شاطر اكيد، وهلا اني بصلح كتب بصلح مجلات، بس انا هوني بدعي كل شخص، كل شاب وصبية يقول له ما يخافوا لغتهم ركيكة، كلنا بعد لغتنا ركيكة وعنا ضعف فيها. حيالله شخص بيكتب في مين وراه واحد أو اثنين عم يقرأ ويصلح، بقى هون بحمس الأشخاص من بنيته، مثلا بنت أختي أنا حمستها وكتبت أول كتاب والتاني على الطريق والتالت على الطريق. كمان تحية لأنه كمان كانت ضيفتنا من فترة قصيرة بفيس أند فيس، شفنا كمان عن جد قد إيه تأثيرك كبير عليها، وقد إيه شيء كمان شاطرة، وقد إيه قدرت إنها تنتج كتاب يعني بهذا العمر. بطبيعة الحال وعندها كتاب بالإنجليزي وعندها كتاب بالعربي وكتابين بالإنجليزي هلأني، وبرضه قطعوا على أشخاص صلحوا اللغة، شو ما كانت هاللغة قد ما تكون ركيكة، لما بتمرق على شخص قادر يصلح الكتاب قادرين يطلعوا منها بكتاب بيكون قيم
ويكون خرج ينقرأ ويكون حقيقة نابع من القلب. وهون بدعيكم عن جد فئة الشباب إنه حقيقة يجربوا يكتبوا ولو قصص صغيرة، بس هن بحسوا حالهم عم يولد لهم ولد جديد، عم يولد لهم ولد خاص لهم. وهي فرحتي، أنا مش مجوز بس أنا عندي 90 ولد هلقني بين إيدي، بشوفهم بشوف حالي فيهم، لأنه كل كتاب منهم بعتبره ولد من أولادي. الله يخليك اياهم ابونا، الله يزيدهم كمان. الله يزيدهم. برداهي انا بدي مره جديده اشكرك بر انطوان دويهي خادم رعيه مارساركيس وباخو سغبالي. ابونا انطوان رح يكون عم يبقى معنا باخر فقره يلي رح نحكي فيها عن البابا فرانسيس. مشاهدينا، ابونا دويهي مرسي كثير لهالكلمات الحلوه يلي صدرت عنك بهيدي الفقره. خلي لي يكون. ورح ننتقل نحن وياك للفقره الثالثه، فخلوكم معنا مشاهدينا. بفقرة فاتيكان ومشاهدينا يلي معودين فيها نحكي عن آخر أخبار البابا فرانسيس، أكيد استثنائياً بهيدي الحلقة رح نستفيد من حضور أبونا أنطوان دويهي معنا لحتى نحكي شوي عن روحانية البابا فرانسيس، وخصيصاً عن هالوصايا العشرة يلي أطلقن البابا فرانسيس انطلاقاً من جملة كتير أساسية إلى البابا فرانسيس، إنه العالم أو المجتمع عم ببلش يعيش عم بحط الله جانباً، وهذا الشيء عم بيأدي يوم بعد يوم لحتى يتخدر قلبه ولحتى يفقد الإحساس والوعي. أبونا شو رأيك بهالجملة يلي يمكن تختصر مفهوم الصوم؟ الإنسان عم بيتخدر قلبه لحتى يصير بلا إحساس وبلا وعي. كنا حكينا بأول فقرة أو تاني فقرة لما كنت مستضيفني عن أنا أختار الصوم الذي أنا أريده. نعم. بوقت الله يدعونا إلى أن نختار الصوم الذي هو يريده، وركزنا على لأبينا كيف ليتقدس اسم ربنا مش ليتقدس اسمه، لتكن مشيئة ربنا مش لتكن مشيئتي. من هالمنطلق صرنا نحن بعصر مثل ما أنا بدي، أنا هيك برتاح، أنا بالكنيسة بحب أركع، أنا بحب صوم مثل ما ذكرنا يوم السبت ويوم الأحد، أنا هيك بحب. هل أنا هي انغلاق على الزيت؟ هذا انطواء على الزيت؟ هذا تخدير للزيت وإلى حد تقليه الزيت يلي بيحكي عنه قديسة البابا. وهون أهمية الرجوع إلى الزيت من خلال هالوصايا العشر اللي أعطانا هني قديسة البابا في بداية الصوم. إن شاء الله قلنا سوا، ولأني لازم تذكرهم قدام الكل، يمكن البعض منهم ما بيعرفون. هون إخوتنا الشباب لازم يسمعوا كتير منيح هالوصايا العشر يلي من خلالها لازم نرجع فيها نعمل إرادة ربنا أولا وآخرا، مش إرادة مزيت. بردوي رح نبلش بأول مفهوم جديد للصوم بحسب قداسة البابا، بيقول إنه لازم نصوم عن حكم وإدانة الآخرين واكتشف المسيح الموجود فيهم. إدي عن جد أنا بحاجة إني أطلع بالآخر وشوف فيه يسوع. نأخذ مثل هو الكهنة. نعم. حاليا هالآية المأخوذة فعلا من إنجيل متى إنما تطبق على طبقها يسوع على الفريسيين، نحن كل الشعب بيطبقوه على الكهنة. افعلوا اسمعوا أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم. نعم. نحن منعرف كتير منيح يلي كل واحد عم ينتقد الكاهن من خلال هالآية أو من خلال غير آيات، هي عم يحكم عليه ظاهريا بأمور كتيرة ممكن تكون فيه وممكن ما تكون فيه. نعم. إلى أي مدى أنا حقيقة قادر شوف الوجه الآخر، لبل الوجه الإيجابي أولا بالكاهن وثانيا بخيي الإنسان. أبونا دوي رح نكمل بتاني، أكيد هي كل نقطة بتحمل كتير من أنه نكون عم نعلق عليهم، رح نقولهم سريعا. تاني نقطة بقولها قداسة البابا، صم عن قول كلمات جارحة ومحقرة واملأ فمك بجمل وكلمات تفيد وتشفي الآخرين.
ثلاثة، صم عن التذمر واملأ حياتك من عرفان الجميل والشكر. أربعة، صم عن الغضب واملأ نفسك بالصبر. خمسة، صم عن التشاؤم وامتلئ بالرجاء المسيحي. ستة، صم عن القلق المفرط وامتلئ من الثقة بالله. سبعة، صم عن التشكي واعطي قدرا وقيمة لعظائم الحياة. ثمانية، صم عن الاستياء من الآخرين واملأ قلبك بالتسامح. تسعة، صم عن الحقد واملأ نفسك من طول الأنات على الآخرين. وعشرة، صم عن الإحباط والتراخي وكن ممتلئا من حماس الإيمان. قدي برأيك البابا فرانسيس بهالعشر وصايا اللي عطيها للصوم عم بيوصل مساج كتير واضح عنوانه المحبة؟ قدي أنا لازم يكون بهالفترة عم بعيش المحبة بحياتي، إن كان التسامح، إن كان يكون بعيد عن الحقد، إن كان ما أحكم على غيري، إن كان ضبط كلماتي؟ قدي كلمة محبة تنطبق على هالشي اللي عم بيقوله البابا فرانسيس؟ حتى التشكي يعني اللي ذكرها بالسابعة أو الثامنة واللي نعم. هي نحن دائما عندنا ليش يا رب عملت فيني هيك. خلينا بهالصوم نعرف نشكر ربنا حتى على الأمور يلي نحن بنعتبرها مهينة لإلنا، محقرة لإلنا، عم تزعجنا، عم تألمنا، موت حدا قريب، مرض حدا قريب، مرض شخصي، خاصة الأمراض العضال اللي حاليا كتير صارت منتشرة. إلى أي مدى أعرف طبق؟ إذا بدي أختصر كل كلمات قديسة البابا بآية أو بجملة إلى مار أغسطينوس، حب وعمول اللي بدك إياه وافعل ما تشاء. نعم، لما الإنسان بحب مش وارد يأذي. نعم. لا بلسانه ولا بتصرفاته فعلا، إن كان هالأذية عم تتوجه لله أو للقريب أو للزيت. أبونا دويهي، انطلاقا من أول ما بلشت هالمسيرة أو الحبرية الجديدة مع البابا فرانسيس وهالتحول اللي صار من البابا بنديكتوس للبابا فرانسيس، منشوف أنه البابا فرانسيس عم بيقدر يمكن يفوت على قلوب الشبيبة. برأيك شو هي الروحانية اللي ارتكز عليها البابا فرانسيس لحتى يقدر يكون عم بيفوت على أكبر عدد من قلوب الشبيبة ومن أفكارهم؟ إذا بدنا نحط بداية مع البابا يوحنا بولس الثاني، هالوجه الطيب، هالوجه الإعلامي بامتياز، إلى أي مدى قدر يفوت بقلوب الناس؟ تنوصل للبابا بنواساز، هالبابا العلم، ولما بدنا نحكي علم أحياناً كتير بيطغى الكتابات، بتطغى الأفكار اللاهوتية، بنعرف أنه على أيامه أو بفضله أصدر تعليم المسيح الكنيسة الكاثوليكية وغير الكتب اللي هي فعلا قيمة لأنه شخصية قيمة. تنوصل للبابا فرانسيس يلي روحانيته بتتراوح ما بين الرسالة من جهة وروح البساطة والفقر والأخوة من جهة تانية، ولهالسبب أخذ اسم فرانسيس. ونلاحظ أنه مؤخرا راح زار حي فقراء بروما بشكل قالوا عنه أنه هو بي الفقراء. وهون بيذكرنا بمار منصور دي بول، هل روح الانفتاح على الفقراء. وكان لما كان كاردينال ولما كان مطران ولما كان كاهن كان دايما يعمل هالشي. وهون تنشوف أن السلطة ولا مرة أثرت فيه أو غيرته. هالإنسان لي أعظم رجل في الكنيسة اليوم يلتفت إلى الفقير لأنه يرى فيه يسوع المسيح. ونحن إذا بنرجع لمتى 25، كنت جائعا فأطعمتموني، فهذا دور البابا فرانسيس. كنت عطشانا، كنت غريبا، كنت مريضا. فهالبابا حقيقة يظهر أنه يعيش الإنجيل بحياته وعم بيطبقه. وعلى مثال يسوع، إذا المسيح كان عم ينحني فعلا للفقير، فلا قديسة البابا اللي هو
يمثل المسيح على الأرض ما بيعيش نفس هالحياة. وهالقرب كمان من الشريعة، عم نشوف كمان بالفيديو قد ايه قريب من العالم البابا فرانسيس، يعني كسر كل الحواجز اللي يمكن بتخليه يكون بعيد، ان كان بروتوكوليا ان كان كل التقاليد اللي بنعرفها بالفاتيكان. نحن بنعرف انه هو قال عن حاله ما خصه بالعالم التكنولوجيا، ايه، بالانترنت بالكمبيوتر حتى، مع انه صار عنده هلا على تويتر، صار هلا اكيد في معاونين عم بيساعدوه بهالامور كلها. نعم. بس عرف كيف من خلال هالمعاونين انه يوصل لاكبر شريحه معينه، تيتوصل انه باخر رحله لإله يكون في 9000 9 ملايين شخص عم يحضروا قداسه بالفلبين. منه بالامر الهين، يعني قد ما في بلبنان على مرتين من المؤمنين عم بيشاركوا بقداس لقداسة البابا، ليعتبر اكبر تجمع صار بالعالم كله من بدايه تاريخ المسيحي لغاية اليوم. علامة هالإنسان قادر بمحدوديته الخاصة وبمساعدة الأشخاص اللي حوله وحوله، قادر يوصل لأكبر شرح ممكن من المسيحيين وغير المسيحيين، مؤمنين وغير المؤمنين، وحتى الملحدين، ودا حقيقة عم يقدر يأثر فيهم. لما بده يعطي 10 وصايا بتركز على المحبة لأنه هو عم بعيشها وقادر يعطيها وقادر يأثر فيها. أبونا يعني أكيد سلمتمك على الكلام الحلو، أكيد يمكن من أجمل ما قلناه بهيدي الفقرة من خلال إنشاء فيس أند فيس. زي ما نقول لليوم عن جد أجمل شيء نقال عن البابا فرانسيس هو يلي نقال الليلة، هالبابا بابا التواضع، بابا الشبيبة، بابا الحياة، يلي دايما بيدعينا أن نكون قريبين من الرب وقريبين كمان من تعاليم الكنيسة. أنا بدي أشكرك مرة جديدة بير أنطوان دويهي، خادم رعية مارساركيس وباخس غبالي، شرفتنا بير أنطوان الليلة، مرسي كتير لحضورك، كتير استفدنا اليوم. وأنا بدي أشكركم وأشكر هالإذاعة الحلوة، وإن شاء الله بعد تنمى وتنمى أكثر وتكبر وطال أكبر شريحة معينة كمان، إن كان بلبنان وإن كان بالعالم كله. مرسي بير أنطوان. مشاهدينا، أنا كمان بدي أشكر لأول مرة يمكن اليوم إخراج فيس أند فيس، إن شاء الله كمان بالأيام الجاية رح يكون عم بينتقل كمان برنامجنا من ضفة لضفة، إذا نقول مع مخرجنا رامي هيكل، رامي سميتي، فبدي أعمله كتير هالفترة، بدي سميه كتير لأنه أكيد اسم عزيز علي كونه اسمي. فرامي أنا بدي أقول لك مرسي كتير على تعبك، مرسي كتير على عن جد على هالفقرة، على كل شيء اللي عن جد عم تتعبه كرمال فيس أند فيس. وكمان نعرف أنه حلقة عيد الميلاد كانت من إخراج رامي، اللي كانت حلقة كتير مميزة وأخذت صدى كتير حلو لألكم أنتم مشاهدين، وأكيد نوعدكم الأيام الجاية بحلقات كتير مميزة. فأنا بهالأفكار السريعة وبهالأفكار يلي عن جد مليانة رجاء، مليانة محبة، مليانة روحانية، بدي بودعكم وأتمنى عليكم تكونوا عم تعيشوا صوم مبارك، صوم مليان من المحبة، مليان من الفرح، والله معكم.